يقول ليلة كذا أو في مكان كذا. بعض العلماء يقول لعله ليلة الإسراء، بعضهم يقول لعله رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا متى كان هذا. عرضت علي الأمم، أي جيء بالأمم، يعني مثال للأمة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجل، لم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان فقط، وبقية الأمة لم يستجيبوا له. والنبي ومعه الرهط، والرهط هم دون العشرة، العدد دون العشرة، يعني لم يتبعهم إلا ما دون العشرة، والبقية على الكفر. والنبي وليس معه أحد، لم يتبعه أحد من قومه، يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، كل قومه على الكفر، أبوا يستجيبون. فهذا فيه دليل على أنه لا يغتر بالكثرة، أنه لا يغتر بالكثرة، فإن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يعقلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الكثرة لا يغتر بها. هذا النبي يأتي وليس معه إلا رجل أو رجلان، وبقية أمته كلهم عرب، وبعض الأنبياء معه عشرة أو أقل، بعضهم ليس معه أحد. هذا دليل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، لأن أكثر الناس على الضلال وعلى الكفر بالله عز وجل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأنه لا يجهل بالحق لقلة من يتبعه، لا يذهب بالحق لقلة من يتبعه. والآن لو تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، أو تدعو إلى إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وتنهى عن التعطيل، قالوا لك ما إحنا مسلم إلا أنت، ولا أنا مؤمن إلا أنت. أكثر الناس ما هم على هذا الكلام، أكثر الناس يدعون الموتى ويدعون القبور، أكثرهم يؤولون الصفات، فهل هم يعني كلهم على ضلال إلا أنت؟ يقولون كذا. تقال هذه المقالة ونسمعها ونقرأها دائما، وهي كلام باطل، لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس ولا بقلة الناس. الحق يعرف بدليله من الكتاب والسنة، ولو لم يكن عليه أحد، ولو لم يكن عليه إلا قليل، فهو الحق لا يتغير. إذ رفع لي سواد عظيم، السواد العظيم كثر خلق كثيرون، فظننت أنهم أمتي، ظن صلى الله عليه وسلم أنهم أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا. فقيل لها إلى موسى وقومه، فهذا فيه دليل على فضل قوم موسى، وأنه اتبعه الأكثرون من قومه وآمنوا، وهذا قبل التبديل والتغيير في بني إسرائيل، ولذلك اختارهم الله على العالمين وفضلهم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. هذا في أول الأمر قبل التحريف والتبديل، كان منهم مؤمنون كثيرون على الحق، لكن لما دخل التغيير والتبديل تغير الوضع كثيرا عما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وزمن الأنبياء الذين جاءوا من بعده عليهم الصلاة والسلام.
ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك الذي فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فضل أمته وأنهم أكثر الأمم دخولا للجنة حتى جاء في الحديث أنهم نصف أهل الجنة وجاء في الحديث الآخر أنهم ثلثا أهل الجنة فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هذا محل الشاهد من الحديث ثم نهض صلى الله عليه وسلم أي قام ودخل منزله ولم يبين لهم من هم هؤلاء 70 ليحرص الصحابة على الخير بحثوا من هم هؤلاء 70 يريدون أن يقتدوا بهم وهذا من حرص السلف على الخير والعمل به ما اعتبروا هذا الخبر أمر عادي بل اهتموا به فخاض الناس في أولئك يعني بحثوا من هم قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فضل الصحابة لأن الصحابة هم أفضل الأمة أفضل هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء هذا فيه جواز الاجتهاد هذا فيه جواز الاجتهاد والبحث عن العلم وأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه من هم هؤلاء 70,000 قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم 70,000 لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم أن يقرأ عليهم الرقية لأن هذا فيه سؤال للناس طلب الرقية من الناس فيه سؤال لغير الله وفيه مذلة فهم يستغنون عن الناس ترفعا عن السؤال لأن السؤال مكروه سؤال الناس مكروه لما فيه من الحاجة لغير الله سبحانه وتعالى لا يسترقون يعني لا يطلبون من الناس الرقية تجنبا لمذلة السؤال والحاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى وإن كان السؤال عند الحاجة جائزا لكن تركه أفضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه بل هو ينزل ويأخذ وفاء بالبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون الكي علاج معروف ونافع بإذن الله علاج معروف ونافع بإذن الله إذا وافق محله نفع الله به لأنه يحسن المرض ولكن نظرا لما فيه من التعذيب بالنار فإنه مكروه نظرا لما فيه من استعمال النار والتعذيب بالنار فإنه مكروه كراهية التنزيه فهم تركوا الكي من أجل هذا من أجل ما فيه من الكراهية ولا يتطيرون التطير هو التشاؤم بالأشخاص أو بالطيور أو بالأماكن أو بالأزمنة تشاؤم
الإنسان يتطير بها ويعتقد فيها السوء فيترك حاجته ويعدل عما عزم عليه تأثرا بالطيرة، هذا شرك، وهذا سيأتي له باب خاص، نوع من أنواع الشرك. والواجب على من وقع في نفسه شيء من التطير أن يدفعه بالتوكل على الله، وأن لا يرجع عما عزم عليه، يمضي ويتوكل على الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أورد، وإلا مهن أحد ما قد يقع في نفسه شيء، ولكن يدفعه بالتوكل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا أحس الإنسان بشيء يتوكل على الله ويدفع هذا الهاجس ولا يعمل بالطيرة، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فالطيرة شرك، والشرك أعظم الكبائر، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة الرابعة، الذي حملهم على ترك هذه الأمور هو التوكل على الله. تركوا المكروهات والمحرمات. المكروهات وهي طلب الرقية، سؤال الناس، والكي، والمحرم الطيرة، المحرم الطيرة. وهذا كما سبق لكم تعريف تحقيق التوحيد، أنه تجنب الشرك بجميع أنواعه، وتجنب البدع، وتجنب المحدثات في الدين والخرافات، هذا تحقيق التوحيد. وهؤلاء هم السابقون والمقربون، الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، هؤلاء هم المقربون وهم السابقون. هؤلاء تركوا الشرك وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات، فلذلك صاروا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا مطابق للترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد من الحديث. وليس في هذا أن ترك الأسباب أنها مطلوب من المسلم، لا، بل فعل الأسباب مطلوب مع التوكل على الله عز وجل. وهؤلاء لم يتركوا الأسباب، وإنما تركوا أسبابا مكروهة. أما الأسباب التي لا تكره فإنه يجب الأخذ بها، فلا يجوز ترك الأسباب النافعة ويقال يكفي التوكل على الله، كما أنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، بل لا بد من الأمرين: من التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة التي ليس فيها كراهة. أما المكروهة فتركها أحسن، تركها أحسن، من ذلك الكي، ومن ذلك طلب الرقية من النفس. والمكروه نحتاج الإنسان إليه تزول الكراهة، يحتاج الإنسان إلى الكي يكتوي وتزول الكراهة، إذا احتاج الناس الإنسان إلى الرقية وما يحسن يرقي نفسه ولا جاء أحد يرقيه ابتداء وهو بحاجة إلى الرقية، تزول الكراهة، يطلب من أهل الخير من يرقيه. فالمكروه إذا احتاج إليه تزول الكراهة، لكن مع عدم الحاجة إليه تركه أحسن. هذا من تحقيق التوحيد. لما سمع هذا عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، وكان ممن أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. هذا فيه طلب الدعاء، فيه طلب الدعاء من الغير، تطلب من أهل الخير ومن أهل التقى والعلم ممن ترجى إجابة دعوتهم، تطلب منهم الدعاء لك، لأن عكاشة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ففيه ما جواز طلب الدعاء من أهل الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر عكاشة أنهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقق هذا في فيما بعد، فإن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة، في حرب طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة، قتل في هذه الحرب شهيدا في سبيل الله عز وجل، فتحقق فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نال الشهادة في سبيل الله مع ما له من السابقة العظيمة في الإسلام والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل من أدلة النبوة وعلم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل لا يستحق هذه المنزلة، لا يستحق هذه المنزلة، ما هو مثل عكاشة المحصن، لكنه لم يواجهه بما يكره، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أنت لا تستحق هذا، أو يقول له لست منهم، فيحصل للرجل يعني كسوف بال، أو يحصل له رد فعل، بل واجهه بكلام طيب، قال له سبقت بها عكاشة. ثم أيضا خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم غير هذا الرجل ويتسلسل الأمر، فهو سد هذا الباب، سد هذا الباب من أصله. فالشاهد من هذا الحديث قوله لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون، تركوا هذه الأشياء الثلاثة لأنها إما محرمة وإما مكروهة، هذا من تحقيق التوحيد، ترك المحرمات والمكروهات. نعم. قوله عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي. عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي، حارثي الحارثي من الأسدي، نعم، من تابع التابعين عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي. نعم أعد الكلام. عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي. نعم. من تابع حصين. من تابع التابعين عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلف قال اللالكائي ثقة إمام حجة قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. نعم. قوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكبا رجم به تلك الليلة، يقال البارحة لليلة لليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. هذا عند بعض أهل اللغة أنه قبل الزوال يقال الليلة وبعد الزوال يقال البارحة. لا. قوله فقلت أنا أي أنا رأيته، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، قال ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون أنه الشرك الذي هو الرياء. الشرك الذي هو الرياء. نعم.
لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله. نعم. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. حتى لو أن الإنسان عمل العمل الصالح لا ينبغي له أن يتحدث عنه وأن يخبر الناس عنه، لأن هذا يكون من الرياء. فكيف إذا لم يكن عمل شيئا ويبي الناس يمدحون؟ ألا أشد؟ قال الله جل وعلا في اليهود: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قوله: قلت حديث حدثناه الشاذلي. قال أن الذي حملني على ما فعلت هو الحديث، لأن السلف لا يعملون شيء من الحلال والحرام إلا بالدليل. نعم. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصير أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كل قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كلما سمع حفظه فحدث به من حفظه. كل علمه رضي الله عنه على غزارته كله حفظ في صدره، ولم يكتب شيئا من ذلك. نعم. توفي سنة 300، فبريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر، وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقي بالرقى إذا كانت بحق، والله أعلم. الحديث قوله: لا رقية إلا من عين، هذا حصل، مفاده أنه لا تجوز الرقية إلا من هذين الشيئين، مع أنه جاءت الأدلة لأن الرقية تصلح من كل مرض، من كل مرض. فما الجمع بينها؟ الجمع بينها إما أن يقال هذا في أول الأمر، كان في أول الأمر لا رقية إلا من عين أو حمى، ثم بعد ذلك رخص في الرقية من جميع الأمراض، أو يحمل على الأكمل، أي لا رقية أحسن ولا أتم من الرقية من العين والحمى، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك رقية من غيرهما من الأمراض، يعني أنفع الرقى وأحسنها ما كان من هذين الدائين. فالحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. نعم. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. إذا قيل ابن عباس لم ينصرف إلا إلى عبد الله رضي الله عنه، لأنه هو الذي اشتهر بذلك. نعم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. نعم. وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روى من الأحاديث، على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله: ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار يلقب بحبر الأمة وترجمان القرآن، وكان عمر يستشيره على صغر سنه، كان يحضره مع كبار المهاجرين والأنصار ويستشيره وهو صغير السن نظرا لعلمه. نعم. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله،
وأن من فعل شيئا سئل عنه. هذه مهمة جدا. إذا سمعت الدليل ما يجوز لك تغلط الدليل وتقول هذا ما يكفي وهذا. يعني بعض الناس لو شفت له دليل صحيح يقول لك هذا ما يكفي أو هذا فيه أو ما فيه. هذا ما يجوز الاستهانة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث الرسول، ما يجوز الاستهانة بها. الإنسان يقف عند حده معه ويتأدب، تأدب مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بعض الناس إذا جبت الحديث وهو ما ينطبق على هواه ولا ينطبق على رغبته صار يلوك لسانه الأحاديث ويتكلم فيها عن غير علم وعن غير بصيرة ويقول هذا ما يكفي دور لنا غيره. نعم. هذا تابعي يقول أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله. نعم. وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر هذا فيه دليل على أنه لا بد من الدليل على أمور الدين، على أمور الدين من العقيدة والحلال والحرام والأحكام الشرعية لا بد من دليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفضل لهذا. المقلد هو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف مناط الأحكام، وإنما يأخذ أقوال الناس فقط، يأخذ أقوال الناس فقط من غير معرفة لدليلها ومستندها. هذا ليس بعالم وإنما هو ناقل فقط، هذا ناقل فقط وليس بعالم. العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، هذا هو العالم. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت فالله أعلم متى عرضت. هذا هو الصحيح التوقف. ولا بعضهم يقول إن هذا ليس الإسراء، بعضهم يقول إن هذا رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن الرسول أسري به مرة ثانية في المدينة. هذا لا دليل عليه، فعلى أحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عرضت علي الأمم ليلة كذا أو في مكان كذا، نحن نتوقف. نعم. فالله أعلم متى عرضت. نعم. وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم. الله جل وعلا أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثال مجيء الأمم يوم القيامة، صوره له سبحانه، صور له مجيء الأمم يوم القيامة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وهذا من آيات الله. وقال جل وعلا في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فالتقوى والطاعة والخشية لله عز وجل، وأما الاتباع والطاعة فتكون للرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الاتباع والاقتداء والطاعة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما التقوى والخشية والخوف هذا يكون لله عز وجل، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. نعم. فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه،
وطاعة رسوله. نعم. هذا هو الدين. لا سبيل إلى طاعة الله إلا بطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام. ولا كيف تعرف طاعة الله؟ كيف تعرف عبادة الله إلا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ نعم. هذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله. هذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله. إيه؟ وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا. نعم. أن لا يعبد إلا الله هذا فيه التوحيد، ولا يعبد إلا بما شرع هذا فيه الابتداع والاقتداء والنهي عن الابتداع بالدين. نعم. وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قدم طاعة الرسول على كل شيء، ما تقدم على طاعة الرسول شيئا أبدا، لا طاعة والدك ولا طاعة أمك ولا طاعة أي أحد، ولا طاعة العالم الفلاني أو طاعة الملك الفلاني، لا تقدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا طاعة نفسك أيضا، لا تقدم طاعة نفسك وهواك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي كان في المدينة تسعة رهط أي رجال يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم. والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه. نعم. والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نعم. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا. نعم. كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. فلا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل، لا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل، ولا يزهد بالقلة إذا كانت على الحق، المدار على الحق سواء كان عليه الكثير أو القليل، المدار عليه. والحق لا يعرف بالرجال، وإنما العكس، يعرف الرجال بالحق، هذا هو صحيح، الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. نعم. والناجون فإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم. يعني هذا تعليق من الشيخ رحمه الله، حتى بعض من يدعي العلم في وقته وفي وقتنا هذا وإلى الأبد يحتجون بالكثرة، إذا جئتهم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على بطلان ما هم عليه قال لكن هذا عليه أكثر الناس، رد الناس سبحان الله، أنت متعبد بما عليه الناس ولا متعبد بما في الكتاب والسنة؟ الواجب الرجوع إلى الحق وإن كان عليه القليل، والاعتراف بالحق وإن كان عليه القليل، هذا هو الواجب على المسلم الذي يخاف الله ويريد النجاة لنفسه. أما الاحتجاج بما عليه الناس بدون دليل فهذا هو قول الكفرة، هذا قول الكفرة الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفرعون يقول فما بال القرون الأولى، الجاي تنكر على البدء واللي قبل من الكفرة والمشركين ما من بالحال، هكذا يقول فرعون فما بال القرون الأولى، هذه حجة داحضة يكررها المشركون وأهل الباطل في كل زمان ومكان يدوم بالكثرة. نعم. فليحذر المسلم، يقول نعم إذا كانت الكثرة على دليل هذا خير،
أما إذا كانت على باطل فلا عبرة به. نعم. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة. نعم. وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم. نعم. اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. نعم. قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. أولهم على حق وكانوا يؤمنون بالله وبرسله وبكتبه، كانوا على حق، لكن المتأخرين المتأخرون منهم حرفوا وبدلوا وغيروا وأنكروا نبوة موسى، أنكروا نبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن كانوا من بني إسرائيل فإنهم كفار من أهل النار، والفضل إنما هو لمن سبقوا منهم على الإيمان والتوحيد. نعم. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال الله تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم. نعم. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يخفيهم إلا الله كحزب جالوت وبخت نصر وأمثالهم. نعم. كان بنو إسرائيل ذات على الإيمان بالله عز وجل وأكثر عن الأرض على الكفر، لذلك فضلهم الله على العالمين. نعم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم. وليس هو مدح لبني إسرائيل مطلق، بل هو مدح لمن سبقوا على الإيمان بالله ورسله وكتبه. نعم. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من التحريف والتبديل والتغيير والكفر بالرسل، هذا حدث فيما بعد في بني إسرائيل. نعم. من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا. فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأنصار والكفاء، وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، كما كانت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا نعم قلوا في آخر الزمان بقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهم كثروا في عهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة ثلاثة القرون، وفتحوا الأمصار ونشروا العلم في أرجاء الأرض، وتبعهم خلق كثير من العجم من العرب والعجم حتى كثر سواد الأمة وملأ الأرض أو غالب المعمورة. ثم بعد ذلك صاروا ينقصون ويقلون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان. نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله، شيخنا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني جده،
لأنه قرأ على جده وهو صغير رحمه الله، أدركه وقرأ عليه. نعم. وفيه فضيلة هذه الأمة للكمية والكيفية، فالكمية كثرة العدد، والكيفية فضيلتهم في صفاته. الكمية والكيفية، الكمية كثرة عدد الأمة في القرون المفضلة، والكيفية ما هم عليه من العلم والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى ونفع الخلق، هذه كيفية. نعم. والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في الحديث بقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عداء، وفي حديث آخر ومع كل واحد من 70,000، مع كل واحد من 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عداء. نعم. قوله ثم نهر فدخل منزلة فخاض الناس في الولاية، أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، يعني فأهل الإيمان والخير إذا ذكرت لهم الفضائل وذكرت لهم الثواب والجنة تشوقوا إلى ذلك وطلبوا بيان الأعمال التي توصل إلى هذا الثواب وإلى هذه الجنة، وهؤلاء رجال الآخرة. أما رجال الدنيا إنما ينشطون إذا ذكرت لهم الدنيا وذكرت لهم التجار والمكاسب، يسألوني وينها التجار وينها المكاسب وما الطريق إلى حصول هذه التجارات، همهم دنياهم. أما هؤلاء فهمهم آخرتهم، يسألون عما ينجيهم في الآخرة وعما يسبب لهم دخول الجنة، هذا همهم. نعم. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم اجتهدوا في معنى الحديث كل نجل بدلوه، هذا فيه دليل على أن الاجتهاد له أصل وهو استنباط الأحكام وفهم النصوص، هذا هو الاجتهاد. نعم. لأنهم قالوا ما فعلوا باجتهادهم ولم يثبت صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. نعم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم لصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. لعلهم ما قالوا هم كذا وكذا، ما جزموا، فالمجتهد ما يجزم ولكن يقول لعل الحكم كذا وكذا أو يمكن أن الحكم كذا وكذا، ما يجزم بصواب نفسه. نعم. قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون. أخبروه بما دار بينهم من النقاش في من هم هؤلاء 70. نعم. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكفرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أي لا يطلبون الرقية من أحد. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، لأن هذا في سؤال للناس، وسؤال الناس لله، ومهما أمكن الإنسان الاستغناء عن الناس فإنه مطلوب. جاء في بعض رواية الحديث لا يرقون، هذه الرواية كما قال ابن القيم غلط، والصواب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا سؤال للناس. نعم. وأما الرقية فعل الرقية فهذا عبادة فهو ممنوع من المطلوب. نعم. ولا يكفرون إذا كان فيهم ما يستهزأ منه بالخير. نعم. ولا يتطيرون وطير الشرك فتركوا الشرك راسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها وتركوا الشرك فإن كان يرادهم الكتاب
والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه. نعم. وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ظل ما يضطره وقضاء، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرغبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختيانه لهم فلا يخدعون إلا إليه وحده، فلا يخدعون إلا إليه وحده في تفسير ربهم. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني لا إلى أحد من الناس، وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا. نعم. قوله: فقام عكاشة بن مصر صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد بن حزين، فقاله طليحة بن قويلة، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، تغريم الناس شيئا لم يأمرهم الله به ولم يكلفهم به وإلزامهم بذلك، هذا من أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز ذلك. أما النظام الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة، نظام المرور، نظام كذا، نظام هذه أنظمة لمصالح الناس وهي ما تعارض مع الكتاب والسنة، لا بأس بها. أما ما يعارض الكتاب والسنة فهذا لا يجوز، لا من القبائل ولا من غيره. نعم. فضيلة الشيخ، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما المقصود بالشرك هنا؟ الأصغر أم الأكبر؟ كله يشرك، الآية عامة، لا يغفر أن يشرك به، هذا عام، الشرك الأكبر ولا. ومثل قوله: ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا عامة، الشرك الأكبر ولا. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يحاسب من مات وعليه شرك أكبر، ومتى يكون الأصغر أكبر؟ الله أعلم، يعني عن مجازاته في الآخرة هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نجزم بأنه لا يخلد في النار أدام سلم من الشرك الأكبر، فإنه لا يخلد في النار، هذا نجزم به إن شاء الله ونعتقد. أما أنه يعذب ولا يغفر له هذا وارد، العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر هل لا يغفر ولازم من تعذيبه أو أنه يغفر مع الذنوب، الله أعلم في هذا. نعم. نعم. في السؤال الثاني، تحول الأصغر إلى أكبر. نعم، تحول الأصغر إلى أكبر، إذا حلف بغير الله ثم صار يدعوه، يعني جره الحلف به وتعظيمه حتى صار يدعوه ويستغيث به، فإنه يصير شركا أكبر لا شك. نعم. فضيلة الشيخ، الخواطر التي ترجع على الإنسان مثل إعجابه بنفسه في عمل شيء من الطاعات، هل يدخل ضمن دائرة الشرك؟ لا، هذا من الكبائر، الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل من الكبائر، يحبط العمل، الإعجاب بالعمل يحبطه ويبطله، لكن لا يكون من الشرك. مثل الرياء، الرياء شرك أصغر يحبط العمل الذي وقع فيه، لكنه لا يحبط جميع الأعمال، إنما يحبط العمل الذي وقع فيه. والإعجاب بالنفس هذا ليس من الشرك، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالأولين في قوله تعالى: كلكم من الأولين؟ هل هم الأولين في هذه الأمة؟ قيل هذا، قيل ان المراد بهم الاولين من هذه الامه، وثله من الاخرين من اخر هذه الامه، فالثلتان كلاهما في هذه الامه، وقيل ثله من الاولين يعني من اول الخلق، من اول الخلق، من عباد الله الصالحين، من اول الخلق، من ادم وما بعده، وثله من الاخرين من هذه الامه، ففيها قولان، يعني الأولين هل هم من الأمم السابقة أو هم من أول هذه الأمة. نعم.
فضيلة الشيخ، أصحاب اليمين ثله من الأولين وثله من الآخرين، لكن السابقون قال فيهم جل وعلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم فضيلة الشيخ، لأن السابقون هم أعلى وأرقى طبقات المسلمين. نعم أما الأبرار فهم دونهم، الأبرار دونهم دون السابقين. نعم فضيلة، ويقال لهم أصحاب اليمين، الأبرار أصحاب اليمين. نعم فضيلة الشيخ، نسمع عن وحدة الأديان فتوى أنها كفر، والآن سمعنا حوار أديان، فما رأيكم؟ هل هي واحدة أم أنها تختلف؟ حوار الأديان إن كان المراد به المقارنة بين الأديان وإظهار الحق ورد الباطل فهذا شيء لا بأس به، إظهار الحق ودمغ الباطل، وذلك عن طريق المحاورة والمجادلة، هذا لا بأس، يظهر الحق ويندثر الباطل. أما إن كان المراد بحوار الأديان وحدة الأديان وتقاربها ويقال كلها أديان سماوية وكلها، فهذا باطل، لا دين إلا دين الإسلام فقط، نسخ الأديان السابقة التي قبله، فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه فهو باطل من يهودية أو نصرانية أو غيرها، ومن قال إنه إنها سواء فهو كافر، لأنه خلط بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، في باب تحقيق التوحيد، فأعظم تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر، قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فنفى جميع أنواع الشرك، نفى عنهم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وهذا أعظم أنواع تحقيق التوحيد. والآية ذكر الله فيها صفات عظيمة، قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر أربع صفات، أنهم من خشية ربهم مشفقون يعني خائفون، فالمؤمن يخاف من العقوبة ويخاف من غضب الله ولا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب، فإذا آمن الإنسان لا يضره معصية، فهؤلاء مع اجتهادهم في التوحيد والعبادة أنهم خائفون من ربهم،
رد على الصوفية أيضا الذين يقولون نحن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط، وهذا ضلال. فهؤلاء هم أكمل أهل الإيمان، ومع هذا هم من خشية ربهم مشفقون. ففيها رد على المرجئة، رد على الصوفية الذين لا يجعلون الخوف والرجاء من أنواع العبادة، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن جميعا من أوله إلى آخره، ولا ينكرون شيئا من ذلك، ولا يعترضون. وأعظم ما في القرآن التوحيد، توحيد الله جل وعلا بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن كله، وأعظم ما في القرآن التوحيد، والحلال والحرام، والوعد والوعيد، والأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، يؤمنون بذلك ولا يردون من ذلك شيئا أو يتوقفون فيه، لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس محلا للريب والشك والتردد. فالمؤمن يؤمن بكتاب ربه، سواء عرف معناه أو لم يعرفه، عرف الحكمة ولم يعرفها، يؤمن لأنه كلام الله جل وعلا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. صفة الثالثة الذين هم بربهم لا يشركون، تجنبوا الشرك بجميع أنواعه، فصفت عقيدتهم وسلم توحيدهم من أن يخدشه أو يناقضه أو ينقصه شرك أكبر أو أصغر. صافي، توحيد صافي من الشرك. والذين يؤتون، هذه الصفة الرابعة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة العظيمة، ومع هذا لا تعجبهم أعمالهم ولا يستكثرونها، وإنما يعتبرون أنفسهم مقصرين في جانب الله عز وجل. قلوبهم وجلة، يعني خائفة، يخشون ألا تقبل أعمالهم. فهم جمعوا بين العمل وبين الخوف ألا يقبل هذا العمل. أما من لم يخف من رد عمله فهذا معجب بعمله، ويرى أنه استحق من الله جل وعلا المغفرة والجنة، فقد لا يكون عمله مقبولا ولا صحيحا عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يقدم الأعمال الصالحة مع الخوف ألا تقبل، خلاف الذي يدل على الله لأعماله ويعجب بها ويرى أنه استحق بها الجنة، وهو لا يدري هل صحت أو ما صحت، هل تقبلت أو لا أو لم تتقبل. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فهم جمعوا بين عمل ووجه، بخلاف من أمن من مكر الله وأعجب بأعماله.
أو من تعلق بالرجاء وترك العمل، تعلق بالرجاء وترك العمل، هم جمعوا بين الصفتين العمل الصالح والخوف من عدم القبول. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعاقبوا بأعمالهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويجاهدون ويخافون ألا تقبل أعمالهم. الشاهد من الآية قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر هذه الصفة لأنها تفسر تحقيق التوحيد وأنه السلامة من الشرك بجميع أنواعه. نعم. وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. ذكر معناه الاستدراج، الاستدراج لهم، وهو من الله محمود، المكر من الله محمود، لأنه بحق إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، هذا هو المكر، وهو من الله حق، لأنه لا يمكر إلا بمن مكر به أو مكر بعباده، مجازات وعدل منه سبحانه وتعالى. أما المكر المذموم فهو إيصال الأذى إلى من لا يستحق، إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه، هذا هو المكر المذموم، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله، لأن هؤلاء مكروا بأنبياء الله وأرادوا قتلهم بغير حق، فمكر الله بهم بأن عاقبهم عقوبة لم يشعروا بها، أوصلها إليهم بطريق خفي لم يشعروا به، جزاء منه وعدلا منه سبحانه وتعالى. فالمكر منه سبحانه محمود لأنه بحق، والمكر من المخلوق مذموم لأنه بغير حق. نعم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه، وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه. الإيمان بآيات الله القرآنية معلومة، الإيمان بآيات الله الكونية، أي الإيمان بأنها تدل على قدرة الله، تدل على قدرة الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعباد. وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق. كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. انتهى كلام كثير. قلت: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة،
ومحبته وقبوله والدعوة إليه. وهذا هو تحقيق التوحيد. نعم. كما قال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية كما أعبد الله ولا أشرك به، لم يقتصر على قوله أمرت أن أعبد الله، بل لا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، وإلا فإن العبادة تكون باطلة ولا تنفع صاحبها. نعم. وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق. نعم. قوله عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلف قال اللات قال اقرأ المثل. حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن مشطن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقت بها عكاشة. هذا الحديث حديث حصين بن عبد الرحمن التابعي الجليل رحمه الله، قال: كنت عند سعيد بن جبير، كذلك تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقوله سعيد بن جبير. الكوكب معناه الشهاب، الشهاب الذي يرمى به الشيطان، شوب تنطلق من الكواكب ويرمى بها الشياطين عن استراق الشمس، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، وإنما هي شظية وشهاب ينطلق على الشيطان يمنعه من استراف السمع من السماء. قلت أنا، أي أنا رأيته، والبارحة يقولون إنها تطلق على الليلة الماضية، تطلق على الليلة الماضية هذه البارحة، سميت بارحة لأنها برحت أي ذهبت، يقال برح المكان إذا غادره. أيكم رأى الكوكب الذي انقض أي سقط البارحة؟ قلت أنا،
يقوله حصين. ثم إنه خاف على نفسه من الرياء أن يقال ما الذي جعله يستيقظ في هذه الساعة، خشي على نفسه أن يظن أنه يصلي ويتهجد، فكره أن يحمد بما لم يفعل. فقلت أما إني لم أكن في صلاة، هذا من الخلاص لله عز وجل والاختيار، كراهة السلف للرياء، كراهتهم لأن يحمدوا بما لم يفعلوا، ولكني لجغت بين السبب الذي من أجله سهل في الليل. واللدغة هي لدغة ذات السموم من الحيات والعقارب. العادة أن من يلدغ يطلب العلاج، قال فما صنعت، يعني بعد اللدغة ماذا صنعت؟ قلت ارتقيت، قلت ارتقيت، أي قرأت على نفسي أو تركت من يقرأ علي الرقية. ارتقيت عمل الرقية، وهي القراءة على المصاب باللدغة أو غيرها من الأمراض، بأن يقرأ وينفث على المصاب، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وعلاج النافع. قال فما حملك على هذا؟ هذا فيه أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بدليل، فما حملك على أن تعمل الرقية؟ ما هو دليلك؟ فقلت حديث حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو أيضا تابعي جليل اشتهر بالتفسير والحفظ. حدثنا الشعبي وذكر السند عن رسول الله، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا دليل حصين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين، أي إصابة العين، وهي الإصابة بسبب النظر، نظر الحاسد. وهذا حق، الإصابة بالعين ونظر الحاسد هذا حق، وهو من آيات الله جل وعلا، ويجعل في نظر بعض الناس سمية إذا نظر إلى شيء أصيب. هذه هي العين، وعلاج الإصابة بالعين معروف، هو أنه يقرأ، أن العاين يطلب منها أن يدعو للبركة للمصاب، يدعو بالبركة للمصاب، وأيضا يغسل، يستغسل، لأن يطلب منه أن يتوضأ بماء ويؤخذ ما تساقط من أعضائه ويصب على المصاب بالعين، ويغسل كذلك ما يلي جسمه من الثياب، يغسل بماء وتؤخذ الغسالة تصب على المريض ويشرب منها يشفى بإذن الله. هذا علاج العين. أو حمى، وهي هذا محل الشاهد، الحمى السم، سم العقرب أو سم الحية، دل على جواز الرقية من لدغة الحية أو العقرب. هذا ما دل عليه حديث الشعبي، حديث حسين بن عبد الرحمن، ما دل عليه حديث الشعبي الذي استدل به حسين بن عبد الرحمن. قال سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى مذهب،
هذا فيه أن من عمل بالدليل الذي بلغه أنه لا حرج عليه، لأنه بنى على دليل. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم،